تحت عنوان سوريا عنوان السلام، أقامت شركة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارتي الثقافة والإعلام وبالتعاون مع شركة عرفان لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات حفلاً خيرياً لدعم جمعية قرى الأطفال، وذلك في دار الأوبرا بدمشق. سوريا عنوان السلام، حفل أقيم برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارتي الثقافة والإعلام وبالتعاون مع شركة عرفان لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات، وذلك في دار الأوبرا بدمشق. الأوبريت هو رسالة سلام موجهة لكافة أنحاء العالم، بما معناه أنه سوريا السلام وسوريا باقية وسوريا لنا، فسوريا بتصدر السلام، بتصدر المحبة، بتصدر الحب، واحنا بالإضافة هنا عم بيغدروا فينا، بيصدرونا الإرهاب، فاحنا باقيين هون. والرسالة لرجال الأعمال لدعم مؤسسة SOS من خلال التبرعات، من خلال الاعتناء بالأيتام، فهي رسالتنا اليوم. أنا اليوم مدعي للمهرجان، وإلي الشرف أنه أوجه لي دعوة، لأنه سوريا يعني حضن الوطن العربي. أنا بشوف سوريا بلد سلم كل عمره، وعندها حقوق مغتصبة، وعندها يعني وعندها 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 كثير حق على الوطن العربي. أنا بنظري لأنه ظلمت سوريا بهذه الأزمة، عن جد لا تستحق إلا الوفاء، لأنه كان بوابة مشرعة على كل العالم العربي، مين ما كان يفوت على سوريا بلا فيزا، وكلنا بنعرف يعني هيدا شيء من اللي سوريا كانت، يعني أي مواطن عربي بيتعلم بجامعات سوريا من غير أي مقابل. وبين تصفيق الجمهور وفرحة العيون، صدحت أروقة الدار بالأغنيات الرائعة والتي افتتحت بأوبريت سوريا السلام، كما كان لفرقة الجيش العربي السوري مشاركة لا تنسى، فمن نشيد الفخر النشيد العربي السوري إلى أناشيد الوطن والعزة والكرامة، موطني أنا سوري وأرضي عربية. الجيش ليس فقط جيش مقاتل، وإنما هو في له رسالة عسكرية ومدنية وفنية وثقافية، ومتواجد في أي وجود ثقافي حضاري في سوريا. فهذا بشان هيك نحن عملنا أن تكون فقرة معنا هي فقرة الجيش. كما تم خلال الحفل عرض الفيلم الوثائقي ليش، الذي لامس وجع الطفولة ومرارتها وقسوتها، خاصة فيما نمر به. وفي نهاية الفيلم عرض مقطع عن دور مجموعة قرى الأطفال SOS في تقديم الرعاية لكل طفل محتاج. نحن بصراحة نتمنى أن العالم ما ينسوا أطفالنا، عرفتي كيف؟ يعني نحب نسلط الضوء أكثر علينا. بتعرفي بهالأزمة يعني بصراحة كل حدا يا دوب قدر يساعد حاله، وكل حدا صار عنده شخص مضطر أن يساعده قرايب. بس نتمنى أنه أطفالنا ما يضل، يعني ما يبقوا بلا حدا يساعده ويدعمه. نحن لحالنا ما بقدر بصراحة نساوي شيء، يعني نحن بنقدر نقدم الدعم، نقدر نعمل اللي كل شيء بنقدر عليه، بس بدون العالم اللي بتتبرع وتتكفل أطفالنا وبتقدم لهم هدايا وزيارات كل فترة ودعم نفسي ودعم مادي، هذا الشيء ما بيتم. لأن احنا بجمعية قرى أطفال SOS عندنا أطفال يعني عم نعمل لهم أسر بديلة، هن فاقدين رعاية الأسرية، عندنا أسر بديلة، أم، أخوات، تعليم، طبابة، كل شيء بين أصلاً. هذا الشيء ما بيتم بدون دعم، بدون ناس تتذكرنا دائماً وتحن علينا. الختام كان مع الفنانة إيناس لطوف التي تناغمت في ألحانها بين أغاني حفظناها وباتت في الذاكرة، استطاعت بجمال أدائها أن تزرع البسمة على وجوه الحاضرين. Thank you.
حفل سوريا السلام جاء لجمع أكبر عدد من رجال الأعمال في إطار تقديم الدعم لأطفال SOS. جولة تفقدية قام بها محافظ السويداء على عدد من المؤسسات الخدمية شملت فرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق ومعمل الأحذية. محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي يقوم بجولة اطلاعية على عدد من المنشآت والمرافق في المحافظة شملت فرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق ومعمل الأحذية، كما اطلع على جاهزية الدفاع المدني وسيارات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ. قمنا بجولة ميدانية على معمل الأحذية واطلعنا على سير العمل والإنتاج. قمنا بجولة كمان على فرع الدفاع المدني واطلعنا على المهام المناطة بهذا الفرع من عمليات إطفاء وإنقاذ وإسعاف، وحضرنا بيان عملي كان بيان مميز بعمليات الإنقاذ والإطفاء. كمان قمنا بجولة على مؤسسة الخزن والتسويق وتابعنا عمل اللجنة الفرعية لتسويق موسم التفاح، وعقدنا اجتماع لهذه اللجنة. هناك تجهيز للصناديق الحقلية بحدود 60,000 صندوق. مدير الخزن والتسويق أكد على جاهزية المؤسسة لاستقبال محصول التفاح للموسم. السيد الوزير أكد على إرسال صناديق إضافية عن الصناديق الموجودة تصل لحد 250,000 صندوق، بالإضافة إلى مبلغ مالي خاص بتسويق التفاح، وإن شاء الله بفترة يومين في 100 مليون ليرة بده يجي لهي الغاية. طبعا هذه الدفعة الأولى من أصل المبلغ المخصص. من جانبه أكد المسؤول عن الدفاع المدني جاهزية الدفاع المدني لكل الطوارئ. نحن الدفاع المدني أحد قطاعات الجيش العربي السوري، أهميتنا حماية السكان، إنقاذهم، إسعافهم في حال حدث أي طارئ في المحافظة. طبعا زيارة المحافظ زيارة كتير تشرفنا وعطانا دعم ومعنويات، وإن شاء الله بنكون عند حسن ظن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بقيادة السيد الرئيس بشار أسد. جولة المحافظ الميدانية من شأنها تذليل الكثير من الصعوبات التي تعترض عملية الإنتاج وتساهم في تحفيز الهيئة والمؤسسات على العمل والمبادرة والتحديث. حكومة روسيا الاتحادية تقدم مساعدات إغاثية وغذائية إلى الشعب السوري لتعزيز صموده في مواجهة الحصار والإرهاب. حكومة بيلاروس تقدم مساعدات إغاثية وغذائية إلى الشعب السوري لتعزيز صموده في مواجهة الحصار والإرهاب. المساعدات البيلاروسية التي وصلت إلى مطار حميميم تضمنت 45 طناً من المواد الأساسية من سكر وأرز ومعلبات ومستلزمات الأطفال. محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم نوه بموقف الشعب والقيادة البيلاروسية الداعم للسوريين في مواجهة الحصار الجائر، وشدد على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين. نقدر عاليا في سوريا ونشكر القيادة البيلاروسية على تقديم المساعدات إلى سوريا، إلى شعب سوريا خلال فترة الأزمة، وكان قد وصلت العام الماضي أيضا طائرة مساعدات روسية إلى دمشق تحمل حليب الأطفال وتحمل الألبسة وتحمل الأغطية والفرش وكل ما يحتاجه المواطن السوري خلال فترة هذا الحصار. القيادة البيلاروسية دائما كانت منذ بداية الأزمة موقفها واضح إلى جانب القيادة السورية والشعب السوري في مساعدتها وموقفها المبدئي في محاربة الإرهاب. السفير البيلاروسي في دمشق ألكسندر بانوماريف أكد أن دعم بلاده لسوريا مبدئي ودائم، متمنيا عودة الاستقرار والأمن إلى سوريا. نتمنى للشعب السوري أن يعم السلام في القريب العاجل وأن يتم إعادة الأعمار سوريا اقتصاديا وصناعيا وزراعيا. من جانب آخر، قام السفير بانوماريف مع محافظ اللاذقية بزيارة إلى مركز المتميزين في جامعة تشرين وإلى دار الأيتام،
وقاموا بتسليم كمية من المساعدات الإنسانية إلى عدد من الأسر الوافدة إلى اللاذقية. وعن زيارة مركز المتميزين تحدث الدكتور اسكندر منيف مدير المركز. في الحقيقة الانطباع لدى سعادة السفير كان كبير، والصمود والتحدي طلاب سوريا المتميزين أعطى رسالة قوية كتير كبيرة للجميع بأنه طلابنا مصرين على التميز والإبداع، ولم يغيب عن ذهن القيادة الاهتمام بهؤلاء الجنود، جنود العلم، لكي يحاربوا كتفا إلى كتف مع جنود الجيش العربي السوري وإعادة إعمار البلد. تقديم حكومة بيلاروس المساعدات إلى المحتجين إشارة إلى عمق العلاقات التي تربط الشعبين الصديقين، وإلى وقوف الحكومة البيلاروسية إلى جانب سوريا في مواجهة والحصار. وصول قافلة مساعدات إنسانية بيلاروسية إلى حلب لتعزيز صمود أهل المدينة بوجه الإرهاب. قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من الشعب والحكومة البيلاروسية وصلت إلى حلب، تضم 23 طنا من المساعدات الطبية والغذائية ومستلزمات الأطفال. قافلة المساعدات الإنسانية والتي تقدر ب 23 طن من المواد الغذائية والطبية، فستقدم لأهالينا القادمين من الأحياء الشرقية عبر الممرات الإنسانية. وبالنسبة للأدوية ستقدم لمشافي مدينة حلب. поставлено около 7 тонн медикаментов от Республики Беларусь. اليوم ضمن العملية الإنسانية لمركز المصالحة الروسي قامت وزارة الدفاع الروسية بنقل مساعدات طبية قادمة من جمهورية بيلاروسيا من مطار حميميم إلى حلب، وتضمنت هذه المساعدات بلغ وزن هذه المساعدات 23 طن من المساعدات، منها 7 طن مساعدات طبية ستوزع على كافة مشافي مدينة حلب، وأيضا مساعدات غذائية ومستلزمات الأطفال. الشكر لهذه المساعدات الطبية التي قدمت إلى مشفى حلب الجامعي، والتي تتضمن المضادات الحيوية التي تستعمل في الإنتانات الحادة. هذه المساعدات تدل على مدى التعاون الوثيق بين الجمهورية العربية السورية والأصدقاء مثل الدولة البيلاروسية والروسية وغيرها من محور المقاومة.